وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكيس يستقبل في ريغا وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أول اجتماع لهم بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت باريس. وزير الداخلية الألماني شرح أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة التدابير الأمنية على حدود شنغن. أضاف توماس دومازيير: نريد تفعيل تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية بواسطة شرطة يوروبول، والسلطات الأمنية الأوروبية تستعجل تعميم استخدام السجلات الإسمية للمسافرين إلى وعبر الاتحاد الأوروبي. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في ريغا بحضور مسؤولين أمنيين أوروبيين، من بينهم المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل دوكيركوف، الذي قال متحدثا ليورو نيوز: الشركة التي ترعى تويتر يجب أن نساعدها لأنها لا تستطيع كشف كل الرسائل غير الشرعية. البريطانيون بواسطة وحدة من سكوتلاند يارد يعملون ويعلمون جوجل وفيسبوك عن وجود رسائل منافية لشرعة الاستخدام الصحيح، وهذا مثل عن كيفية مساعدة وسائل التواصل الاجتماعي. من ريغا عاصمة لاتفيا تورد مارغاريتا سفورزا من يورو نيوز: وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يرغبون بإظهار مقدرة أكبر على مكافحة الإرهاب. هم يحضرون لتدابير أمنية ستتم مناقشتها بين القادة الأوروبيين أثناء قمتهم المقبلة التي ستعقد في 12 من شباط فبراير المقبل. مارغاريتا سفورزا، يورو نيوز، ريغا.